قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إن قوات الأمن تبحث عن أشخاص وراء هجمات الحرائق المتعمدة والتي استهدفت شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في البلاد قبل ساعات من حفل افتتاح الألعاب الأولمبية. وقال أتال إن أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون مدعوة للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية والمعاقبة، وكذلك وصف الهجمات بأن إنها أعمال تخريب تم التخطيط لها وتنسيقها ضد منشآت شركة السكك الحديدية الفرنسية.